شبكة عباقرة التلاوة تقدم على سيدنا وقائدنا وإمامنا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد التقينا في هذا المكان الطاهر المبارك التي تحفه الملائكة ما دام فيه ذكر الله. والله تعالى يقول في حديثه القدسي الجليل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقدم إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة أي مسرعا. هذا المكان الطاهر يوافق يوم الاثنين 21 من شهر رجب، ونحن على أبواب شهر مبارك هو شهر الصيام. وشرفنا في هذا المكان إخوة فضلاء من صفوة الرجال المخلصين لله، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله تعالى أحدا. ومن بين الموجودين شخصيات مرموقة، أذكر منهم الأخ الفاضل الشيخ محمود البجرمي الذي عرفناه قارئا وعرفناه مرتلا لكتاب الله وعرفناه إنسانا فاضلا متواضعا، فعلى الرغم من شهرته التي طبقت الآفاق تلفزيونا وإذاعة ومحافل، ومع ذلك تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت نائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. إن البجرمي إذا قرأ خشعت الأصوات للرحمن، ومن هنا فإنه سيرتل على أسماعنا هذه الآيات الكريمة من سورة المؤمنون، فليتفضل ولنستمع وعلى الله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم مرعون. والذين هم على صلواتهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يا حبيبي يا سيدي يا سيدي الله يتجلى عليك اللهم تجلى عليك. ثم خلقنا النطفة علقة. فخلقنا العلقة مضغة عظاما ولقد خلقنا الإنسان من سلالة طين ثم جعلناه
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما صدق الله.